الأجزاء أهمية في برنامج. حنبدأ أول شيء إن شاء الله ببرنامج الاتصال والتواصل. أحد هنا عشرات، ولصار هذا لصار مئات. هذه بدأ فيها السؤال الآخر، الخطوات التي تساعد في كسب الرزق وتساعد في أول حاجة يعني تدريب متنوع بحيث إن الشخص هذا يمكن إن هو اللي هو مؤسسة المجتمع المدني، يعني خصوصا اللي مهتمات يعني بالتمكين الاقتصادي. تروني أنا بعد كبير مع الأخذ الإجراءات الاحترازية أحسن ويوفروا وأحسن بكمية هذه، يعني خير من الأجار والقصة هذه والعمالة. قطاعات أو الخدمات أو الأنشطة التجارية، نحن لما نقول قطاعات معنا قطاع الدولة. بالضبط. الخدمات تشمل بين دولة وبين مدني كنشطاء نقدروا نتدخلوا مش على المستوى الوطني يعني مستوى الدولة، لا على المستوى المحلي. الورش المهنية هم الورش البطقة السنة. تمام، شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالح الزهوري مدرب موجه مع منظمة مبادرة تغيير السلمي الإنجليزية. نحن اليوم في مدينة الجابية على موضوع تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي للمدينة. طبعا هو البرنامج تدريبي لمدة يومين، كان اليوم الأول عن موضوع الاتصال والتواصل، كيفية الاتصال الفعال بين جميع الأطراف في المدينة وجميع الفئات. الجزء الثاني كان حول تأثير هذه الجائحة من الناحية الاقتصادية، كان هناك مجموعة نماذج، مجموعة خطط وأفكار لمواجهة الجائحة. اليوم الثاني كان عن تأثير الجائحة في بعض الدول العربية وكيف كانت مواجهتها السلبية على الاقتصاد خصوصا. الجزء الأخير اللي هو اليوم إن شاء الله حيكون عن استبيان ومعرفة وتحديد أهم الحرف وأهم الفئات اللي تضررت أكثر من غيرها في المدينة من وجود هذه الجائحة. شكرا لوكالة غيمة على هذا اللقاء. هاي يا رقم وشوكا من السياسة خلاص.